الله غاضي والله. انت فين؟ انت كنت فين؟ انت مشيتي بدري ليه؟ ايه ده بقى ده بخير. ازيك عامله ايه؟ الحمد لله رب العالمين. انت والله اكيد خليك مروه يا باشا. خليك مروه. خليك انت ما تزعلش اخويا غالي بالغالي. ما تزعل تكتك اربع ايام على قدي. كنت بشوفك لحظه بكلمك كتير. انا دودو عامل ايه؟ اخبارك؟ الحمد لله. دروس ليش محمد يا محمد حبيبي؟ شكرا جدا على التواصل. حبيبي ايه زمان حبيبي شيرو حسين شو دمازال اليوم هي عم تضربني كانت عم تضربني بكل وتعاملتي عم راحت ضربت ايدها شلون بتحبك كمان؟ الله بحبك يا بنت. امي انا بحبها بحبها كمان. احلى الفرنسا بقى مينا. عامل ايه يا فندم؟ ما عرفتش معايا كويس على المسرح يا فندم. وحشتك؟ وايه؟ وحشتك؟ بمعنى؟ وحشتك يعني. جدا. كداب. طبعا. كداب في اصل وشك. عامل ايه؟ كويس. لسه زي ما انت وتغيرتي الفانز غيروكي. اكيد تغيرت. مش شايف؟ ايه؟ مش شايف التغيير؟ ايه مجنون؟ انت واخد بالك من صوتي ولا مش واخد بالك؟ ايه ده؟ مفيش صوت اصلا؟ ايه ده؟ حفلات يا حبيبة قلبي دي ولا ايه؟ هو الضيافة زوري والله يا عم انا هخرب بيتك. مين جايب شنطته قاعد ما يطول؟ في حد قاعد؟ هو اسبوع الشنطة دي بتاعت مين؟ انا جايب شنطة 30 كيلو حضرتك يا دوبك هو على قد الاسبوع بقى.